قطر وفي واحد بيغني. شكرا شكرا شكرا. رفعت عينا واحنا في المترو. طريق طويل طويل يعني عشان توصل. تسأل اللي جنبك هو نازل اي طيارة من كتر ما الطريق بعيد. يا روما عبارة عن ايه؟ متحف مفتوح. طول ما انت ماشي كده تتفرج على حاجات حلوة وجميلة كأنك في روما. تمشي كأنك في روما وبنات روما ورقصني يا جدع على واحد أموس. الآن هعمل مثل الأفلام وحط عمرك كده. برافو. شكرا شكرا شكرا. واحنا دلوقتي بنافورة الأمنيات، أشهر نافورة في العالم. جيتها امبارح بس قلنا نيجي النهاردة ونعمل فيها جو. الناس بالألوفات واقفين. يلا تفضل. طب فين البنسيون وكل حاجة؟ بنايات كبيرة كده. فيها أكتر من 500 كنيسة وكلهم كده حاجات خرافية. يون وداخلين البنسيون. في طابور للدخول يا حلو. طابور للدخول. تعبت من طوابير. انا واقف في الشمس ونسيح. بانثيون فخر الصناعه الرومانيه. شيء خرافي يا جماعه. المبنى وكبره شيء خرافي يعني. ده هو أكبر معبد في العالم مصنوع من الكونكريت الخرسانة الوحيد يمكن، واتبنى سنة 126 ميلادية وتحول لمعبد الكنيسة سنة بعد سبع قرون، سنة بعد 700 سنة تحول لكنيسة. ليه؟ بدأ كمعبد وبعدين تحول لمكان سياسة وهيك، وبعدين زي ما تشوفين الشبابيك، وبعدين تحول لكنيسة بعد 700 سنة. يعني احنا واقفين دلوقتي في حاجه بقالها 2000 سنة. انت واقف في حته بقالها 2000 سنة وما اتعملش فيه حاجه، هو كده زي ما اتبنى يعني. بس القبه دي ايه فكرتها يعني؟ يعني الدنيا مطرت الناس هتستحمى هنا مثلا؟ هتتقفل ازاي؟ اتهبلت من المنظر. حاجه خرافيه يعني.
تعرف ده دمروا اسبانيا، اسبانيا ما فيهاش الحاجات دي. انا ما شفتش حاجه زي كده في اسبانيا بالعظمه دي والكبره دي. قفلوا الباب. شفت بقى عشانك ضحيت وما قدرتش ادخل. اهو قفلوا الباب. طب يلا مش هنتصور بقى. في روما، معكرونة روما بيت. بس اوريكم هالمنظر الجميل، في نهر من هنا، نهر ارنون يعدي بقلب روما. الساعة دلوقتي 10 بالليل وروما، ليالي روما الدافئة، حرارة 39. فطلعنا نتمشى كده شوية، نظرة على روما بالليل. ياما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما تيكي تيكي، ياما يا ماما يا ماما. أجيكم المنظر من هنا، روعة روعة جسور روما. الآن في المنطقة اليهودية من روما، قريب على المتحف اليهودي والجيتو اللي كان عامله موسوليني في الحرب العالمية الثانية. بس احنا شمينا ريحة أكل فنزلنا ناكل. ريحة سمك بالأحمر. ريحة سمك معفن، بس نازلين برضه. يا با يا بابا يا بابا، يا با يا بابا يا بابا، يا بابا يا بابا. اوكي. طبعا احنا بنغني أغنية بابا يا بابا يا بابا علشان كنت طول اليوم كنت في الفاتيكان. فهتقول أغنية بابا يا بابا يا بابا وكده، وال إهداء لبابا اللي هنا يعني. يا بابا يا بابا يا بابا. في إيه يا جماعة؟ حد بيعمل كله كده بيع، عايزين ناكل. يا بابا يا بابا يا بابا، راميسو يا بابا. بيبي فود على نهر الأرنو. هو ده نهر الأرنو؟ نهر الأرنو اللي كان الدول دخلت في بعضها، نهر الأرنو اللي كان في البطيخة الثانية دي، شو كان اسمها؟ بفلورنسا. اما النهر ده اسمه ايه؟ دلوقتي نجيب. شفت كان في رقاصة في روما. يا جماعة احنا في روما ولا في تركيا؟ يابا يا بابا يا بابا. انا طب اسمها ايه النقطة دي عشان بس نجيها بعد كده كل يوم؟ عجبتني يعني. عارف أحلى حاجة إيه؟ إن هي مش نايت كلاب هيجان، وفي نفس الوقت الناس قاعدة يعني. ما يابوش. أنا ما يابوش. ممكن تقعد فوق كده وتقعد تاكل وترمي على الناس لب بقى وبتاع. منظر خرافي. يا لهوي انت لسه كتير قوي. انا رجليا فقفقت من الصبح، الساعة 9 الصبح نزلت ولغاية دلوقتي ماشي، يعني اعتقد عديت 5000 كيلو متر مربع وانا ماشي. يا با يا بابا يا بابا. سوري. رهبت هنا وغني لهم بابا يا بابا. ماما يا ماما يا ماما. هادو كده. العب. العب يا ملحب. العب يا ملحب. احنا اهل، احنا مولودين بروما، احنا حياتنا روما. انا حاسس كاني بقالي 20 سنه هنا، مش معقول. روما ساحه شفتها في روما. حاجه جميله جدا. الاحلى حاجه في روما الميه، وين ما رحت تشرب ميه ببلاش، تشرب ميه واحلى من الميه بتاعت الحنفيه كمان، لان الينابيع اللي بتطلع اللي بتغذي روما بالميه ينابيع في الجبال القريبه ومتحاطه بمنطقه عسكريه، يعني مستحيل حد
يرمي فيها نقطة زبالة، عشان كده دايما المية حلوة جدا ورايقة وجميلة. مش مية مية الأنهار محدش بيشربها، بس مية المية تبع مع الشعر الأسود بيجنن. روما يا حبيبتي. آخر يوم اكتشفنا هرم أغسطس. طب هنا بقى يأتي التساؤل، هل هو نقله زي ما هو من مصر ولا بناه هنا؟ في تحتيه كمان، تيجي ندخل البتاع ده 10 يورو. لا 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 لا. طب قول لنا اي نبذه تاريخيه عن المكان، مش عارفين احنا فين. اهو كل حاجه مكتوبه، كوسيسوس فوليكوس كونيكوس فلاكيكوس، كل الكلام اللي اتقدم مكتوب على الحيطه. جوه الهرميكا نشوف ايه. قاعات في قاعات في قاعات. الحيطه مقفوله. حاجه بتعجبني بقى في روما ايه؟ ان الارض فيها زباله، عشان تفكرني ببلدنا والناس وكده وشوارع. خلاص تركين روما ورايحين. خلاص اما براوة اما غراسة غلاسة اما غلاسة سايبين روما. هنا بالعجل وناخدكم على الاسواق الشعبية في مدينة روما. نزلنا الشورت بتاعي من كتر ما انا خسيت، بقى لي 3 ايام بيسقط مني. عايز اشتري شورت تاني بس مش شايف غير فواكه، البس بطيخة وخلاص. يعني اعمل فيكو ايه يعني؟ مش عارف الاقي مكان اشتري فيه شورت. في قدام اهو كل اللي بيشتغلوا هنود. بيعمل ايه ده؟ انا بنينا ده لعبنا انا بن. انا بقيت روماني يعني الدعكنا في روما دعكة سودة. تمثال مادونا ولا ده اساسن كريد؟ مش عارف. انزو، حد بيشوف اساسن كريد؟ ده الانزو اللي بتاع اساسن كريد. تعالى اسأل، do you have shorts؟ no shorts. اها لا مش حلوين. طالعين من روما رايحين على بولونيا، هاي محطة قطارات روما الثانية، دي الأولانية أكبر يعني، دي الصغيرة المفروض. الوداع يا روما. في خراطس واي فاي. جراسي سينيوري. بعرف اتكلم الايطالي حلو قوي. ايطاليانو. جراسي سينيوري سكوزي. مع غلاظة، معلش مشينا كتير وحلت الغلاظة. المهم الى اللقاء يا روما. الى اللقاء. وصل اول واحد للطيارة، واهلا وسهلا بكم في هولندا.